أهلا أصدقائي، إحنا في قرية أركمان على مشارف مارتشيكا. مارتشيكا إذا شفتوا في المابس غادي يبان لكم واحد هاد الطريق، كاين دابا لهاد الجهة كاين البحر الأبيض المتوسط، والمياه ديالو كتخترق واحد جوج ديال الفتحات في هاد لو باساج هذا اللي حنا دايزين فوقو. كاين المدخل الاول والمدخل الثاني، كاين واحد قديم وواحد جديد. دونك هذا اللي على اليسار هو عباره عن كنعتبروها بحيره كبيره او بحر داخلي، هو المعروف مارتشيكا. مار هي لا مير البحر، والتشيكا هي صغيره يعني بحيره صغيره بحر صغير. اوكي، وجوست اون فاس عندنا مدينه الناظور راه هي، وهاد المرتفعات المجاورة كتشكل يعني مسارات. كاين ميتشف اللي جا لهنايا، كاين داك المنتزه ديال كوروكو، قويس حط الطلعه ديالو، دينيفلومون كبير تقريبا تما الفوق، كاين واحد 800 ولكن راه كتبداها تقريبا في واحد 100 متر ولا 600 ولا 700 كلها واقفة. ولكن شوية بشوية يمكن لك توصل، وإذا وصلتي للفوق كاين بيان سور كاين إمكانية الوصول تما بالسيارة، ما أنا كنهضر مع لي روندونور صحاب المشي لمسافات طويلة. ومن هنا كنوجه تحيه لروندونور ديال مبطوطه راندو، ايكو راندو، جبال راندو. وهاد الظاهره صراحه متواجده في الشمال بكثره. علاش؟ ان كاين دوك المرتفعات ديال الريف، المنطقه شديده التضرس يعني فيها تضاريس سلاسل جبليه. كاين بجوار تطوان مثلا كاين بزاف باش طلع الجهه ديال الاذاعه، غرغيز، الجهه ديال الشاون تيسوكا، ما كنعقلش على كاين بوزيتون، كاين واحد المجموعه ديال الجبال. والنصيحه بيان سور دائما هي دائما الا خرجتي خرج اون جروب، مينيموم جروب ديال ثلاثه جوج واحد سي دي كونسيي في نظري انا. علاش؟ كيوقعوا دي زانسيدون فحال البارح باش ندوزو، كاين واحد المنطقه مسيجه ومسيجه بالمعقول، راه ما كاينش ما تنقز لا فوق سلك لا دوز من التحت، ضروري شي واحد كيجمع واحد جوج سلوكه باش كيعطيك واحد الممر كتهبط ديك المشي على البطن فحال ديال لي ميليتير باش يمكن لك تخرج. إيكوانكور في هاد المرتفعات هادو باقي كاين القردة، باقيين كيجيو حتى للطريق، يمكن مولفين شوية مع الناس كيعطيوهم ياكلو ولا ما نعرف. هنا جينا من ناظور حتى لقرية أركمان، تما خلينا السيارة، مبغيناش نجيو هنايا لأن السيارة غادي نكرفسوها بزاف، لأن بيستا طويلة. راه دابا تقريبا ساعتان ديال المشي ملي خلينا السيارات، وملي كتقول دوزور دو مارش دائما ضرب المسافه في جوج وزيد واحد شويه، لان الذهاب كيكون دائما لينيرجي باقا ماشي بحال الروتور لو ريتم كيكون لو، كيكون الجسم بدا كيعيا. والاصدقاء ديالنا قال لك اسيدي خصهم يرجعوا بكري، وتفاهموا مع واحد صاحب مقهى هو اللي كنفطروا فيه باش يخلي لهم البلاصه العشيه باش يتفرجوا. دونك في الحقيقه افيك ديفيكولتي، علاش؟ قال لك مع صعيب تريزيرفي في هاد الظروف هادي، الكليان يجي غادي يجلس غادي يقول لك هادي ما فيهاش، قال لك انا نخبع لكم 8 الكراسه باش ملي تجيو على الاقل واحد جي نو فيمور.
وبالمناسبة إخوة اللي باقين كيكميو عريضة صاحبي راه كتلقى عندي أصدقاء، راه السيد عنده 70 عام باقي وديك السعلة ديك غارقة، كيبان لك السيد مسكين مخروط داخليا ما كاينش مهلوك وباقي وما تقدرش تهضر معاه، ولا هضرتي معاه كيتقلق. نتمنى من خلال هاد الكلام ديالي انه على الاقل راه كنبغيو هادو اللي كنقول لهم قطعوا التدخين، راه كنبغي لكم خير، راه ما عندها حتى معنى. يمكن في واحد الفتره ديال الشباب والتاثير ديال جون واين ولوغومو فيوم اللي كنا كندخلوا السينما دائما كيسبق لك ديك الاشعار هو الاول، والافلام كلهم كتلقى داك البطل ما كيكمل، الانسبكتور الوعر كيكمل. كانت سياسه واعره، خلقوا واحد لا كليونتيل الوغ نو زامي مابقاوش كيبانو لي انا دائما الاخر. سي راشيد تو دروا ياك؟ ما كيبانوليش، كيبانو لكم؟ ياه وي انا عندي ان بتي بروبليم دو لا فيزيون دو لوان، عندي لي لونات ولكن كيديرونجيوني، كنقول عند الضروره ملي كنكون كنصوب ولا شي حاجه هكا. بيان سور كيبان لي القادوس راه هو، كيبان لي الما راه هو، واحد الدار بيضاء راه هي، مي لي ديتاي حتى العوينات ديالكم راس مال كبيره. الو البارح كنا في هذاك الجبل اللي كيبان هو في واحد لا فيديو، ربما قلت لكم هادو اللي على اليسار، لا هادو اللي على اليمين، وموراهم كاينه مليليا وكنظنوا بنين صار ولا المهم. انا السميات صراحه انا المنطقه عاد جيت لها اول با ماشي اول مره، جيت لها في الوقت كانت رحله منظمه من جامعه محمد عبد الله في فاس، خرجنا ليلا وعاود كنا رجعنا ليلا، المهم توت لا جورني دوزناها في مليليا. كان ديك الساعه الباسبور بلا فيزا اي فوالا. العلماء هاي 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 سمي علماء مارس هاي هاي كويري قدامي ولا علماء كاع، وهذاك العالم مسكين اللي في اللابوراتوار محشي عينيه خارجين والشعر مشنتف والظهر مقوص، هذاك شغن نسميوه يخرج له في لا لا كل واحد بحال دابا هذا المصطلح ديال الاستاذ، كاميريرو كيجي اللي جا عنده استاذ، والله يا ودي ديك قيمه استاذ مشات، استاذ محامي على ريغور راه المينيموم سي اجازه في الدروا، الاستاذ الاصلي المعلم